انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. انا بغسل بالمعجون بتاعي الطبيعي، وبنستخدم مثلا حاجه جنبيها زي المعجون اللي بيفتح. عندنا في انواع بتفتح بس بيبقى ليها لمت، يعني مثلا مرتين او ثلاثه في الاسبوع بس برضو مش هتفتح زي ما نعمل حاجه فيها تجميل وايتنينج او لانسز او كده يعني. بس ممكن شويه مع الاستمرار تحسن وضع الفم. المعجون اللي هو بيفتح شويه اللي هو بيبقى زي البولشنج، زي ماده التلميع كده شويه، ده بيبقى مرتين او ثلاثه في الاسبوع بس، ما ينفعش نزود عن كده. وحسب كمان السنسيتيفيتي بتاعت العيان، يعني لو العيان سنانه شويه حساسه بنفتح يعني بنستخدمه مرتين بس في الاسبوع، ما نزودش عن كده عشان هو ما يبقاش بيعمل حاجه بتضره. احنا عايزين حاجه ان هي لا تفتح السنان، تفتح الصفار شويه، مش تبقى حاجه بتضر. طبعا ده بيبقى بيساعد المعجون المين بتاعنا الاساسي اللي بنستخدمه. بيبقى حلوه طبعا كنوع من انواع الاهتمام، بنقلل طبعا شويه الصفار، بس مش بيبقى زي ما بنعمل وايتنينج او بنعمل تجميل في السنان او بنعمل تفتيح بالليزر او كده. دي كلها حاجات، والعيان على قد ما بيقدر بيحاول يحافظ. بس هي الحاجات دي بتبقى يعني برضو اللي هي فيها نوع من انواع الدعايه شويه اكتر ما هي بتبقى فاكت، فاهمه يعني؟ برضو انت لما بتستخدمي معجون، المعجون بيبقى فيه نسبه مثلا فلورايد، فيه نسبه ماده بولشنج تلميع او كده، لكن موضوع اللبان والحاجات دي مش هيبقى حاجه ان هي افكتيف معاكي قوي لو استمريتي عليها ان اسنانك تبيض. بصي انا ما برشحهاش خالص، لان اصلا موضوع البيكربونات ده بيبقى بيكربونات صوديوم، فدي ماده اصلا بتاذي. يعني دي بيستخدموها مثلا هم بتوع الفضه والحاجات دي ما بيلمعوا بيها، فاهمه؟ فموضوع ان تستخدميها في اسنانك لا، انا بشوف طبعا ان هي ممكن تجيب ريزلت بس بتاثر على السنان جدا، بتاثر على مينة السنان طبعا، فممكن تعمل تاكل طبعا في السنان. لو حد سنانه ضعيفه استخدمها لوحده من غير ما يسال الدكتور طبعا، هو مش عارف سنانه وعايز يبيض، فحاول يستخدم حاجه من المواصفات دي في البيت. طبعا لا، بتاثر ان هو يتاذي اكتر ويبقى عنده وجع، وندخل في مشكله تانية ان احنا ندخل في علاج لسه بقى، يعني علاج لسه علاج السنان، ويحصل تاكل فنضطر ان احنا نبرد مثلا، نضطر ان احنا نركب، وهو مش عارف اضرارها لمجرد ان هو سامع مثلا ان في وصفات طبيعيه للسنان، تبييض الاسنان واستخدمها. دي حاجه مش صح، انا ما برشحهاش بصراحه خالص. طبعا معظم الرجاله عندك بتبقى موضوع السموكينج ده منتشر جدا، موضوع مثلا بيشرب شاي قهوه نسكافيه كتير قوي، فبيبقى عندك طبعا درجه السنان والصفار بتبقى اكتر بكتير، فبيبقى عليها ستينز دايما غامقه، فاهمه؟ اللي هي البراون ستينز دي، فبتبقي محتاجه طبعا في موضوع التجميل ان انت تهتمي اكتر، وان هو بقى يحافظ اكتر طبعا على موضوع البنات. كدكتور بصي يعني انا شايفه دكتور السنان عامه بيبقى راحه نفسيه، وحسب يعني موضوع دلوقتي الستات اكيد بقت شاطره في حاجات كتير. انت وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري، احد مواقع مجموعه وشوشه الاعلاميه انت وبس.com.